أما بعد، فقد ذهب بنو إسرائيل إلى نبيهم شمويل يطلبون منه أن يدعو الله لهم أن يبعث لهم ملكاً حتى يقاتلوا معه ويستعيدوا مجد بني إسرائيل ويسعوا إلى إيجاد التابوت الذي أخذ منهم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لهم طالوت ملكاً، وإنه سيكون من علامات ملكه أنه سيأتيهم بمعجزة حدثت أمام الجميع. ننتظر ردك يا نبي الله شمويل، فهل استجاب الله دعاءنا؟ وأبلغهم نبي الله شمويل بأن الله قد بعث لهم طالوت ملكا. أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ طالوت رجل فقير لا يملك شيئا من حطام الدنيا ولم يؤت سعة من المال. فقال لهم نبي الله شمويل: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، أي في علم الدين وفي علم الحروب والمعارك والخطط الحربية. نحن غير راضين عن هذا الملك. فقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وهل سيحدث هذا؟ وهل ستأتي الملائكة بالتابوت؟ بتابوت العهد؟ لا أظن أن هذا سيحدث. وكان سبب هذا الاختلاف أنه كما اعتاد بنو إسرائيل أن الملك يكون في سبط يهوذا، أما النبوة فتكون في سبط لاوي، وطالوت من سبط بنيامين. فلما جاءهم ذلك نفروا منه، وظلت بنو إسرائيل على عنادها وتكذيبها القديم إلى أن جاءت الملائكة بالتابوت. وقيل إن التابوت كان بقرية القوم الجبارين،
وكانوا قد وضعوه تحت صنمهم الكبير، فأصبح التابوت على رأس الصنم فوضعوه تحته. فأصبحوا اليوم الثاني فإذا التابوت فوق رأسه، فلما تكرر ذلك علموا أنه أمر من الله تعالى، فأخرجوه من قريتهم ووضعوه في قرية من قراهم، فأصاب أهلها داء في رقابهم. عليهم هذا جعلوه في عجلة وربطوه في بقرتين وأرسلوهما، فيقال إن الملائكة ساقتهما إلى ملأ بني إسرائيل كما أخبرهم بذلك نبيه. يا بني إسرائيل، لقد أصبحت ملكاً عليكم. أنا طالوت، تأتمرون بأمري، ولي عليكم السمع والطاعة والولاء. سنحارب معاً الفلسطينيين، فهل أنتم معي؟ كلنا معكم. سندخل فلسطين منتصرين على جالوت وجنوده، فهل أنتم معي؟ كلنا معك يا طالوت. كلنا معك يا طالوت.